حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التواصل مستمر والانطلاقات متجددة في هذا المسار مع تجدد أشواط. هذا اليوم الشوط السادس ينطلق خصص للأبكار المهجنات على صايل، نسير مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول الوصول من سيول. سالم بن صغير بن خليفة الكتبي يتقدم بانطلاقة سيول على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني الوصول والانطلاق من ريفال، راشد بن محمد بن علي المنصوري يتغدى بانطلاقة ريفال على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والتغدى من خلال تواقد وسام. سعيد بن منان بن غدير يتقدم الاكتبي على مستوى المركز. هنا ايضا المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من الذيبة، معضد بن سيب بن معضد المشغوني يتقدم في هذا المسار لينطلق بانطلاقة الذيبة على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من خلال تواقد لهايب. سعيد بن عبيد بن محمد العامري يتقدم في هذا المسار بانطلاقة لهايب على مستوى المركز الخامس. أما المركز السادس الوصول والتقدم والانطلاق من خلال تواجد هذه الأسماء، من خلال تواجد هذه الشعارات. تتقدم التماس محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت المري يتقدم في هذا المسار بانطلاقة سيول على مستوى المركز السادس. المركز السابع الوصول والانطلاق والتقدم في هذا المسار من خلال تواجد مراسم. نايب بن سالم بن حادة الاكتبي بدأ يتقدم بن حادة على مستوى المركز. هنا ايضا السابع. المركز الثامن الوصول والانطلاق والتقدم من خلال تواجد هنا ايضا وسيلة. سالم بن مطر بن حادة الاكتبي يتقدم بانطلاقة وسيلة على المركز. هنا ايضا الثامن. المركز التاسع الوصول والتقدم من خلال تواجد مزن. مطر بن السير اليابوني الظاهري يتقدم مع المركز التاسع. المركز العاشر الوصول والتقدم من خلال مزنة عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي. هذه النتيجة للمراكز. هنا ايضا للمراكز العشرة الاولى المتقدمة في هذا المسار والمنطلقة في هذا الشوط السادس. للثنايا المهجنات على صايل، لمن يسجل من بين هذه الشعارات من بين هذه الاسماء
المنطلقة في هذا المسار والمندفعة بانطلاقة هذه الشعارات بانطلاقة هذه الأسماء الباحثة والطامحة نحو ناموس وانتصار. هذا الشوط لابد من العودة، لابد من العودة إلى الصدارة، إلى المقدمة. سيول على الصدارة، سالم بن صغير بن خليفة الاكتبي بدأ يتغدى بانطلاقة سيول على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، المركز الثاني، الوصول والانطلاق والتقدم في هذا المسار المستمر من خلال تواجد هذه الشعارات، من خلال تواجد ريفال راشد بن محمد بن علي المنصوري بدأ يتغدى بانطلاقة ريفال على المركز الثاني، المركز الثالث. وصلت التماس، وصلت التماس محمد بن طالب بن عقيل النابت بدأ يتغدى بانطلاقة التماس على المركز هنا أيضا الثالث، المركز الرابع. وصلت الشعارات، تقدمت الأسماء، تقدمت لهايب سعيد بن عبيد بن محمد العامري بدأ يتقدم على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، وصل هنا أيضا بن منانة يتقدم بانطلاقة أسام، سعيد بن منانة بن غدير يتقدم في هذا المسار بانطلاقة أسام على المركز الخامس. المركز السادس، بنت متعب علي بن ناصر بن علي الخيلي بن سرود قادم في هذا المسار ليتقدم بانطلاقة بنت متعب على المركز هنا أيضا السادس أو المركز السابع. المركز السابع، وصلت الشعارات، وصل بن حادة على مستوى المركز السابع في هذا المسار من خلال تواجد وسيلة مطر هنا سالب مطر بن حادة الكتبي يتغدى بن حادة اسم كبير شعار قد عرف منصات التتويج. يا السلام عليك يا بن حادة، تقدم في هذا المسار ليتغدى بانطلاقة وسيلة على المركز هنا أيضا الثامن أو المركز السابع. المركز الثامن، انطلقت هذه الشعارات، وصلت هذه الأسماء من خلال تواجد مزن مطر بن السهيل اليبهوني ظاهري يتغدى بانطلاقة مزن على مستوى المركز هنا أيضا الثامن. أما المركز التاسع، وصلت مزنة عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي يتغدى بانطلاقة مزنة على المركز التاسع. المركز العاشر، تقدمت الذيبة معضد بن سيب بن معضد المشغوني بدأ يتقدم المشغوني في هذا المسار المستمر لينطلق بانطلاقة الذيبة في هذا المسار مع خاتم هنا أيضا النداء في المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز العشر الأولى المتقدمة في هذا المسار والمندفعة في هذا الشوط. الشوط السادس للأبكار، المهجنات الأصايل لسن الثنايا 8 كيلومترات، هي الرحلة الفاصلة عن ناموس وانتصار. هذا الشوط 4 كيلومترات تبقى هنا أيضا في هذا المسار، 4 كيلو قضيناها تبقى مثلها 4 كيلومترات. يا سلام سن الثنايا، سن الثنايا ومحل الرقص مع سن الثنايا. يا سلام على هذا الانطلاق، يا سلام على هذا الإبداع والتحدي والإثارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. لا زال هنا أيضا، لا زال المنصوري يتحكم بالأمور حتى هذه اللحظات. ريفال على الصدارة، راشد بن محمد بن علي المنصوري بدأ يتقدم في هذا المسار لينطلق بانطلاقة ريفال. 3 كيلو متبقية، 5 كيلومترات هنا أيضا تبقى، 5 كيلومترات قضيناها، تبقى 3 كيلومترات عن الوصول، عن العبور نحو خط النهاية. ولا زال المنصوري، لا زال المنصوري مع الصدارة، مع المقدمة، مع المركز الأول، يؤكد لنا هذا الانطلاق في هذا الشوط. يا سلام، ريفال ريفال ريفال، راشد بن محمد بن علي المنصوري بدأ ينطلق في هذا المسار لينطلق بانطلاقة ريفال على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، المركز الثاني. وصلت سيول، سالم بن صغير بن خليفة الاكتبي بدأ يتقدم الاكتبي بانطلاقة سيول على المركز الثاني، المركز الثالث. يا سلام، وصلت التماس ولهايب بن سرود اليبهوني قادمين. يا سلام، وصلت التماس على مستوى المركز الثالث، محمد بن طالب بن عقيل النابت. المركز الرابع، وصلت لهايب هنا أيضا يقدم لنا لهايب هنا أيضا. سعيد بن عبيد بن محمد العامري بدأ يتقدم في هذا المسار لينطلق العامري على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس بن سرود
سرود بقيادة بنت متعب علي بن ناصر بن سرود الخيلي مع المركز الخامس. المركز السادس وصلت الأسماء مزن مطر بن سهيل اليابوني ظاهري بدأ يتقدم على مستوى المركز السادس. أما المركز السابع وسيلة سالب بن مطر بن حادر الكتبي يتقدم على مستوى المركز هنا أيضا السابع. وصلت الأسماء وصلت الشعارات وصلت مزنة عمران بن سلطان بن تريم الكتبي بدأ يتقدم في هذا المسار بانطلاقة مزنة على المركز هنا أيضا الثامن. المركز هنا أيضا التاسع المركز التاسع الذيبة معضد بن سيب بن معضد المشغوني يتقدم المشغوني بانطلاقة الذيبة على المركز التاسع. أما المركز العاشر المركز العاشر خاتم الندى هنا أيضا الوصول والانطلاق والتقدم من خلال تواجد مراسم نايب بن سالم بن حادة الكتبي. هذه النتيجة للمراكز العشر الأولى المنفصلة في هذا المسار والباحث عن ناموس وانتصار هذا الشوط. ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول. يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق يا سلام على هذا الإبداع. كيلو ونص الكيلو كيلو ونص الكيلو يا عشاق الأصالة ما يفصلنا عن الوصول عن العبور إلى خط النهاية معلنين ناموس وانتصار هذا الشوط. يا سلام يا سلام لا زال هنا أيضا لا زال الكتبي يتحكم بالأمور بقيادة سيول سالم بن صغير بن خليفة الكتبي بن سرود غادم بن سرود غادم مع المركز الثاني بانطلاقة بنت متعب علي بن ناصر بن سرود الخيلي يتقدم في هذا المسار بانطلاقة بنت متعب اليابوني غادم مع المركز الثالث بانطلاقة هنا أيضا مع المركز الثالث بانطلاقة مزن مطر بن السيل اليابوني الظاهري. يا سلام وصلت الأسماء وصلت الشعارات الكيلو الأخير الكيلو المثير ولكن الكتبي يتحكم بالأمور الكتبي يتحكم بالأمور حتى هذه اللحظات. يتقدم هنا أيضا بانطلاقة سيول سالم بن صغير بن خليفة الكتبي بدأ يتقدم في هذا المسار بن سرود بن سرود لا بد أن يفوز في هذا المسار المستمر. يا سلام مت بنت متعب بنت متعب بنت متعب مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول في هذا المسار المستمر يتقدم مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول بانطلاقة من متعب. ولكن وصلت الأسماء مزن قادمة اليابوني قادم ولكن خلاص الكتبي 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 مع الصدارة الكتبي مع المقدمة مع المركز الأول سالم بن صغير بن خليفة الكتبي بدأ يتقدم في هذا المسار لينطلق بانطلاقة سيول. وصل اليابوني وصل اليابوني بن سرود بن سرود الله الله لمن ناموس هذا الشوط. الحوار ثلاثي المعركة ثلاثية ما بين بن سرود اليابوني الكتبي لمن ناموس هذا الشوط لمن انتصار هذا الشوط. الكتبي مع سيول الكتبي مع سيول مع الصدارة مع المقدمة اليابوني مع مزن اليابوني مع مزن لمن ناموس هذا الشوط. عادت سيول عادت سيول في هذا المسار اليابوني اليابوني انطلق بانطلاقة مزن اندفع باندفاعة مزن. اشكرك يا اليابوني على هذا الفوز والانتصار. مزن 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 مطر برسيل اليابوني ظهري لك التحية على هذا الفوز والانتصار لحظة وصول عبونا الى خط النهاية معلن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني سيول سالم بن صغير بخيف الكتبي ثالثا وصلت هنا ايضا وصلت مزن عمران بن سلطان بالتريم الكتبي رابعا وصلت هنا ايضا بنت متعب علي بن ناصر بن سرود الخيري وخامسا الوصول والانطلاق من خلال تواجد هذه الشعارات من خلال تواجد شعار بن حادة تقدم هنا بانطلاقة وسيلة سالم بن مطر بن حادة الكتبي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية. تهانينا والناموس لمالك مزن هنا أيضا مطر بن السيد يبوني الظاهر لك التحية على هذا الفوز والانتصار.